مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله حبايبي الكل بخير. حبايبي اليوم الفيديو تبعتي كتير كويس وبنفس الوقت سهل، وان شاء الله يكون بمتناول الجميع. حبايبي الكل تعرف انه البشرة من تفقد الكولاجين من عندها تبدي تتعرض للتجاعيد وإلى الشيخوخة المبكرة، وتظهر بها التجاعيد حبايبي على البشرة. شلون نقول هيك مفاجأة، لأنها البشرة فجأة تفقد زي ما قلت لكم الكولاجين من الجسم، وإذا فقدت الجسم راح أكيد يظهر على علاماته على بشرتنا على الوجه تبعتنا. فيا ريت حبايبي دائما وانا بكل فيديوهاتي اقول لكم دائما حبايبي تركزوا على العصائر، مثل حبايبي عصير الجزر، عصير الاناناس، عصير البرتقال، عصير الشمندر، الليمون، يعني يا ريت تركزوا على السبانخ، الخيار، يعني في على فكرة حتى عصير الطماطم مع الليمون، كلها هذه تحفز إنتاج الكولاجين، وبالذات الأناناس كتير كويس، الكيوي كتير كويس، الشمندر وهاي الشغلات كلها والبرتقال كتير منيحة لتحفيز الكولاجين بالبشرة. يا ريت حبايبي قبل ما تجوني تقولوا لي ام يوسف جربت كل الوصفات، في اخت تكتب لي انا بعتز، يعني حرام هي ما كتبت لي تقول انا بعتز بوصفاتك، بس بنفس الوقت انا جربت كل اشي وما نفع معي، انا بشرتي باهته تعبانه. طيب انا بس جاوبتها بسؤال واحد، قلت لها كيف بشرتك تعبانه؟ انا حابه اعرف كيف البشرة تبعتك تعبانة وكيف عرفتي بشرتك تعبانة، بس هي صراحة ما جاوبتني كيف بشرتها تعبانة. حبايبي أنا اللي يعني نصيحتي لكم نصيحة، ومعليش تحملوني بس لازم لأنكم قاعدين تاخذون وصفات من عندي لازم تتحملوني ولازم تسمعوني أنا شو أنصحكم. حبايبي أنتوا قبل ما تجين وتقولين بشرتي وبشرتي وما عادي نفسك من الداخل، يعني انت لازم على الاقل اذا الحالة المادية مو كويسة ولو ليمون يوميا تشربين كتير كويس يطرد السموم من الجسم، اي مشكلة عندك بجسمك تأثر على بشرتك زين، انت بدك تجين تحطين القناع تبعتي او قناع اي اخت معانا على اليوتيوب وتجين بدك يتحسن ويصير، وانت عندك الخلل من الداخل، لازم تحسني الخلل من الداخل. عصير الجزر يا ريت حبايبي، عصير الجزر كتير كويس، اللي ما عدا الاناناس تشرب الجزر، ما عدا البرتقال تشرب الجزر، تشرب الشمندر، تسوي الكركديه كمان كتير كويس، حتى بذور الشيا كتير كويسة كمان، اشربوا نوبات كمان شو اسمه الشيا اللي احنا بالعراق يسموها البلنجو حبايبي كتير منيحة زين، اي فاكهة عندكم تقدرون تسووها عصير وتشربوها كتير منيحة للبشرة. لازم شلون زي ما بقولكم تعالجوا من الداخل بعدين من الخارج، بعدين انسوا. يعني انا صراحة كنت عندي صاحبة زمان، واحنا يعني شلون تقول بال25 دائما نلقيها واقفة على المراية، وهنا طلعت لي حبة، هون طلع لي ما بعرف ايش، هون صار هيك عندي، هون اليوم الشغل وجهي صاير اصفر. هذه الشغلة انسيها، لا تظلي تراقبي حالك اول باول، يعني تحطين حالك على النقرة، يعني اي اشي بوجهك انت شو اسمه خليكي انت حبي حالك كل اشي رح يطلع معاكي مزبوط. انت لو حبيتي حالك كل اشي يطلع معاكي مزبوط، بس اذا انت نفسك وعلى مراية تطلعي وتكشري لحالك صدقيني ما راح تشوفي اشي حلو يضبط لك. المهم حبايبي انا طلعت عن الموضوع، بس انا اللي حابة تعالجوا نفسكم من الداخل وبعدين نعالج نفسنا بهاي الماسكات، لان هاي الماسكات ولا 1% تعمل لكم اذا انتم ما كنتوا من يعني جسمكم شلون نقول صحي ويستقبل كل اشي. الوصفة حبايبي زي ما قلت لكم راح تنشط انتاج الكولاجين بالجسم وتخلي انتاج الكولاجين ان شاء الله ينتج بصورة صحيحة بالبشرة كمان.
شو رح ناخذ حبايبي؟ ضروري جدا رح تاخذون اول اشي، وانا صراحة لقيت اولادي كلهم ماكلين، البارحة كان عندهم صاحبهم. راح ناخذ حبايبي قشور برتقالة واحدة، انا ححط الكرمنتينة بس انتوا تقدرون تستعملون على فكرة الكرمنتينة، يعني مو غلط. راح تستاخذون قشور برتقالة واحدة بس، احنا راح ناخذ من عندها قديش؟ يعني تقريبا ملعقة شاي من قشور الكرمنتينة او البرتقال، واللي عندها برتقال البرتقال اكيد افضل، مع انه كله يعني بشوفه يعني نفس اللي هو كله حمضيات وبيها فيتامين سي، يعني ما راح يأثر. طيب انا ما بدي اياه البودرة، بدي اياه هيك يعني الطازج. تبرشوه كتير كويس طيب، عشان ناخذ ما حابة كثير يعني ملعقة صغيرة، لان القشور الصراحة كتير كويسة للوجه. طيب هاي الوصفة يا ام يوسف انت حكيتي وسويتي وهاي، وما عرفنا الوصفة شو تنفع. هاي الوصفة حبايبي تبعد التجاعيد تبعت الجبين تبعت حول التوم، طيب كتير كويسة اذا استعملتوها حتى للوجه بالكامل. اللي ما تقدر تحطها تحت العين، دائما اقول اللي ما تقدر تحط تحت العين لو ما متعودة لا تخلي، لاني ما احب اضر اي اخت انا. هيو ملعقة صغيرة من قشور البرتقال او الكرمنتينة مو مشكلة. وراح نسوي حبايبي شو هسه، راح كمان ناخذ العصير تبعت البرتقالة، وراح ناخذ حبايبي كمان العصير تبعتها. العصير ضروري جدا طيب، لانه في فيتامين كتير حلو بينفع للبشرة. راح نخلط هاي هذا الماسك بعصير كرمنتينة او البرتقالة، بس انا يعني اللي عندها برتقال تقدر تحط برتقال، ما عندها برتقال تقدر تحط الكرمنتينة زي ما انا حاطة. شايفين هيك انا اخذت طبعا، طلعت فيديو ان شاء الله اتمنى انكم تشوفوه على قناتي قناة مملكة الفنون اليدوية، كتير حلو. لا يفوتكم الوصفات تبعتي اللي على قناتي مملكة الفنون اليدوية، كانت هاليومين كلها على شلون نقول طريقة الاعتناء بالايدين، وكيف تعتنين بايدك وكيف تحاولين تخليها نظيفة وبنفس الوقت تقشريها وبنفس الوقت تكون نعومة وبدون تجاعيد، ولانها حبايبي مظهر الايد هو يدل على سن المرأة الصراحة، فيعني لازم دائما تعتنين بايدك عشان لان مظهر المرأة زي ما قلت لكم من ايد المرأة يبين مظهرها، يعني تبين عمرها سنها يعني. فاللي اتمناه دائما مو بس بشرتكم تعتنون كمان بمظهر تبعتكم من ايدكم. طيب هون شو رح نستعمل حبايبي؟ تقدرون تستعملون القمح، القمح كتير كويس. القمح تجيبوه وتطحنوه، اللي هي الحبية اهل العراق، تجيبيه وتطحنيه وتسويه زي البودرة وتستعمليه. تقدرين تستعملون الذرة، الذرة الناشفة كمان تطحنيها وتسويها وتستعمليها. انا بالنسبة الي رح استعمل الشوفان، الشوفان كتير كويس كمان للبشرة، هو يعطي نعومة وإشراقة ويشد التجاعيد ويبيض ويوحد لون البشرة وينطيها كمان للبشرة شلون نقول هيك نعومة فائقة، وهيك يعطيها لمعة كتير حلوة. أخذنا ملعقة صغيرة من القشور تبعت البرتقال أو الكرمنتينة، زين الكرمنتينة أهل العراق احنا نسميها اللالنجي طيب، اظن هيك عشان ما بتخربطوا. خلطتهم هيك مع بعض، وبعدين اجيب الليمون. قديش اخذت؟ ملعقة اكل من الشوفان المطحون، وراح اخلي شوية شوية العصير واخلط شوية شوية واخلط زي ما انتم شايفين، شوية شوية واخلط. بالنسبة هاي الوصفة تناسب البشرة الدهنية وتناسب البشرة الجافة، بس شو راح يتغير بالحالتين؟
البشرة الدهنية هيك رح تستعمله. البشرة الجافة تقدر هيك تستعمله، ومباشرة بعدي تحطين اي زيت انت عندك، اي كريم لوجهك، او اذا ما بتقدرين بشرتك شديدة الجفاف تخلين معاه زيت جوز الهند. زيت جوز الهند كتير كويس اذا خليتيه معاه. زين طلعوا تشوفين كيف هو، يعني كيف تقدرين تمديه على بشرتك. طلعوا حبايبي هيك وتضلين شلون نقول، اذا حابه زي ما قلت لكم حبايبي تحطوا له تقدرون زيت جوز الهند اذا بشرتك بشره شلون نحكي يعني بشره تكون شديده الجفاف، هيك بتكون يا ريت تحطوا لها زيت جوز الهند، زيت جنين القمح كمان تقدرون تضيفوا له. زين زي ما بدكم حبايبي. انا هون طيب ما راح اضيف له شيء لاني بعديه مباشره راح احط الكريم اللي راح اسوي. راقبوني هاي الايام وخليكم معي لاني راح انزل لكم وصفات من الاناناس صراحة، يعني لا تضيعوها، لا تضيعون هاي الفيديوهات لانها راح تكون كتير حلوة كتير، يعني حتى لو ما عندكم اناناس راح تستفادوا، لانها وصفات اول عرض على اليوتيوب ان شاء الله بتكون هي من عندي. زين انا ما بعرف لاني ما ابحث الصراحة، فانتوا اكثر يمكن شو اسمه. وهي هيك حبايبي زي ما انتوا شايفين راح تاخذيها وتحطيها على بشرتك بالكامل. في اخت كتبت لي قالت لي انا ما بعرف يا وصفه استعمل ايدي. تقدرين اي وصفه تستعمليها لبشرتك تستعمليها لايدك، حتاخذيه هيك اول بدايه تفرديه على بشر على الجبين تبعتك، احنا اكيد مسوي تفرديه هيك اذا حابه بس على الجبين تحطيه بس هيك على الجبين تفركيه هيك، وبعدين تسيبيه لحد ما ينشف 30 دقيقه وبعدين تشيلي. تقدرين تحطيه على الوجه بالكامل، طبعا ريحته فظيعه وكتير حلوه حبايبي. اللي تتحسس منها الله يخليكم، لا تخليه وبعدين تكتب لي انا تحسست من هاي الماده. هيك حبايبي تخليه وتسيبيه على بشرتك 30 دقيقه بالبدايه، هيك تسويه وتظلين هيك وبعدين تحطين طبقه ثانيه. زين وتسيبيه 30 دقيقه، بعد ال 30 دقيقه حبايبي تغسلين وجهك وتحطين الكريم اللي انت متعوده عليه. بالنسبه للبشره الدهنيه، بشره العفو الجافه، البشره الدهنيه كمان تقدرين مباشره تحطين يعني على بشرتك الماء الورد، كتير حلو للبشره. هيك حبايبي هذا الفيديو اتمنى انه ينال رضاكم، واتمنى من عندكم حبايبي انكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك، ودائما حبايبي تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وبالنسبه هاي الوصفه تبقى 3 ايام، ومع السلامه.